معكم سعادة الدكتور محمد بن سالم سرور الصبان، الذي حصل على درجة البكالوريوس من هذه الجامعة بتقدير ممتاز، وكان الأول على دفعته، وهذا قليل ما نسمعه حاليا. ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو، وعمل أستاذا للاقتصاد بهذه الجامعة أيضا، ثم مستشارا غير متفرغا لوزير الصناعة والكهرباء، ومستشار غير متفرغ لوزير البترول والثروة المعدنية، وانتقل بصفة دائمة للعمل ككبير المستشارين الاقتصاديين لوزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 1997، وشارك في عدد كبير من الوفود الرسمية للمملكة، وكان أهمها في منظمتي الأوبك والأوابك، وكان المفاوض الرئيسي للمملكة في إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وفاوض باسم المملكة في انضمام إلى بروتوكول كيوتو في عام 1997، وأصبح رئيس وفد المملكة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، وكان عضواً بالهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى لأربعة فترات، وعضو هيئة تنظيم خدمات الكهرباء والإنتاج المزدوج لفترتين، وعضو مجلس الطاقة العالمي، وعضو اللجنة الدائمة للطاقة الجديدة والمتجددة، وأصبح نائباً لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ثم رأس المجموعة الأسيوية في الأمم المتحدة، وهو عضو مؤسس بمجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي، وعضو في العديد من اللجان والمؤتمرات الدولية، ولديه العديد من المقالات والدوريات العلمية في كثير من المجلات والصحف الدولية الموثقة. فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أود أن أشكر جامعتي، جامعة الملك عبد العزيز، وكليتي، كلية الاقتصاد والإدارة، حيث أعادت لي هذه الفرصة ذكريات جميلة مع هذه الجامعة منذ أن كنت طالبا فيها. وأنا أعتز وأفتخر بأنني كنت أحد خريجيها، وكنت أحد من درس فيها. كما أشكر مركز الخليج للأبحاث، الشريك المنظم، وسعادة زميلي وحبيبي الدكتور صدقة فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة على هذه الدعوة. في الواقع دكتور أيمن، أنا قلت إيش؟ صدقة. عفو، آسف دكتور، كلكم حبايب. في الواقع موضوع الطاقة المتجددة موضوع متشعب، وقد بدأ الأخوان في توضيح بعض النقاط. سأركز في مداخلتي هذه المختصرة على أهمية الطاقة المتجددة، ولماذا الآن المملكة العربية السعودية اتجهت إلى هذا المجال، وهل هنالك حاجة أم أنها مجرد ترف اقتصادي وترف بيئي الاتجاه إلى الطاقة المتجددة والجديدة والمتجددة طبعا. كما ذكر الأخوان، المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر وأسرع مستهلكي الطاقة في العالم بالنسبة للمعدل الفردي، والفرد السعودي يستهلك 40 برميل في السنة، بينما الفرد الصيني يستهلك 8 برميل من البترول أو من الطاقة في العام. الدول الصناعية بكل ما أوتيت من مصادر طاقة وبكل ما أوتيت من الصناعة والتصنيع تستهلك في حدود 15 إلى 20 برميل يومياً. طبعا معدل استهلاك هذا 40 برميل يعتبر معدل مرتفع بكل المقاييس.
السبب الرئيسي بطبيعة الحال هو الإعانة الكبيرة التي تقدمها الدولة للوقود، سواء الوقود المستخدم في قطاع النقل أو الوقود المستخدم في الكهرباء وتحلية المياه وتوفير الخدمة الكهربائية والمياه بأسعار وتعرفة مخفضة جدا. طبعا هذه أحد الأسباب، لكن هنالك أسباب أخرى ونذكرها على عجل. طبعا النمو السكاني المتزايد، النمو الاقتصادي الذي بدأ يعم مختلف المناطق، كل هذه أدت حتما إلى زيادة معدل النمو في الطلب على الطاقة. ونجد أن هنالك زيادات كبيرة في الطلب على الطاقة نتيجة لهذه. أيضا افتقار المملكة لنظام أو منظومة نقل عام، يوجد نقل عام لكن لا توجد شبكة نقل عام بالمفهوم الحديث بالكفاية أو القدر المطلوب، وبالتالي ليس هنالك بديل للأفراد إلا أن يستخدموا سياراتهم، وخاصة في ظل انخفاض الأسعار لقضاء مختلف احتياجاتهم سواء ضرورية أو غير ضرورية. المملكة العربية السعودية طبعا كتب عن الاستهلاك هذا وأنه معدل الاستهلاك في حدود 7 إلى 8%، وأن هذا المعدل مرتفع جدا إلى آخره، لكن لم تكن الحكومة تلتفت بشكل كامل وبشكل كبير لهذا الموضوع إلا قبل حوالي في السنوات الأخيرة، وبالذات عندما ظهر التقرير من تشاتم هاوس بأن المملكة قد تتحول إلى مستورد للنفط إذا ما استمرت على هذا النمط، لأنها ستبدأ في التآكل في استنزاف ما تصدره إلى الخارج لتستهلكه محليا من النفط. طبعا هذه مزعجة، هي طبعا غير واقعية وغير عملية، وأورد الأسباب لهذا، لكنها مزعجة لأي صاحب قرار أنه يتحول مصدر دخلك بحيث تأكل أو لا تستطيع أن تحصل على الدخل من الصادرات نتيجة لاستهلاكك لمعظم البترول محليا، هذا مزعج حتما ولا بد من التصرف بصدده. ومن هنا كما ذكر أخي الدكتور ماهر بأن المملكة أو حكومة المملكة العربية السعودية اتجهت إلى إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة، وأنا في تصوري أن هذه نقطة تحول كبيرة جدا، وإن لا زالت المدينة تسير ببطء، لا نعرف مصير أو لا نعرف هل صدرت التشريعات أم لا. كلنا نعرف أن القطاع الخاص منتظر ومنتظر بفارغ الصبر، سواء الشركات المحلية أو الشركات الأجنبية، وبعضهم بدأ يسخن في الدول المجاورة العربية المجاورة. أنا أعرف كثير من الشركات التي بدأت تستثمر في الطاقة الشمسية على سبيل المثال في الأردن وغيرها من الدول العربية، انتظاراً لصدور التشريعات التي تأخرت طويلاً. وأعتقد أن الزمن ليس في صالحنا، ولا بد وأن نسرع في استصدار التشريعات حتى نمكن القطاع الخاص من أن يدخل هذا المجال، والتحدي فيه كبير. التحدي فيه كبير. حينما ذكرت أنه يؤدي إلى تآكل الصادرات، أيضا عدم توفر أو الاستهلاك المتزايد وعدم توفر مصادر الطاقة المتجددة تؤدي إلى تآكل مزيد من الغاز المستخدم في الكهرباء، وحرمان الصناعة من أن تحصل على ما تحتاجه. كلنا سمعنا محمد الماضي قبل يومين يذكر أن سابق ستتجه للاستثمار خارجيا لأن لعدم توفر الغاز. هذه مسألة خطيرة، لأن وخاصة في ظل إنشاء على سبيل المثال الآن الشركة السعودية للصناعات التحويلية، والتي ستعتمد على الصناعات المختلفة سواء لسابق أو أرامكو وغيرها، فلا وما شركة معادن. فإذا الأولوية المطلقة بالنسبة للغاز ليس توليد الكهرباء، لكن ما نراه الآن هو اتجاه لإحلال الغاز محل
الكرود أويل، محل الزيت الخام، وهذه طبعا هذه مشكلة أخرى. لابد وأن نتجه وبسرعة إلى الطاقة المتجددة، وبالتحديد الطاقة الشمسية. طبعا لا نغفل أنواع الطاقة الأخرى، ولو أني أنا أجد لم يذكر الدكتور ماهر ماذا فعلت المدينة بالنسبة للجيوثيرمال، الطاقة الحرارية. نحن نعرف أن هنالك مكامن محتملة سواء في جيزان، سواء في منطقة الليد، في المدينة المنورة، ولكن ليست هناك دراسات حقيقية بحيث أنها تشجع المستثمرين للاتجاه نحو الاستثمار في الطاقة الحرارية، طاقة حرارة الأرض. وهذه أنا أعتقد ليس فقط الطاقة الشمسية، نحتاج الطاقة الشمسية، نحتاج الطاقة الحرارية، ونحتاج طاقة الرياح. أنا أعتقد التركيز على هذه الأنواع الثلاثة لابد أن يعطى أولوية. طبعا الاتجاه الآخر اللي بتتجهه المدينة وتعطي أولوية كبرى هو موضوع الطاقة النووية. أنا في تصوري لابد أن نعكس الأولوية. الطاقة النووية استثمار طويل الأمد حتما، لكن تحتاج أن تستعد للطاقة النووية، تستعد بالكوادر السعودية، تستعد ماذا ستفعل في حالة وجود مخاطر إشعاعية، تستعد في كل الاحتمالات. لا تود أن تستخدم هذه التكنولوجيا والتقنية من أجل أن تعتمد على المهارات الأجنبية. لابد أن تولد كادر. وأنا سعيد جدا أن الدكتور ماهد ذكر بأن المدينة قد بدأت تطور بعض الكوادر البشرية، وأنا أعتقد تطوير بعض الكوادر البشرية السعودية لابد أن يشمل سواء الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة. في تصوري أن المملكة العربية السعودية أمام تحدي كبير، لا نخشى، يعني لابد أن لا نحدد ما ننتجه من الطاقة المتجددة، لأن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تكون مصدرا للطاقة وليس فقط النفط، وهذا ما تم تحديده في كثير من الاستراتيجيات. لدينا الكثير من الدول المجاورة التي تستطيع أو تحتاج إلى الطاقة الشمسية، نستطيع أن إذا ما توسعنا في الطاقة الشمسية ووجدنا أن هنالك فائض نستطيع أن نصدر هذه. طبعا هذا حلم يحتاج إلى سنوات لكنه قابل للتحقيق. نحتاج إلى إيجاد الحوافز للقطاع الخاص. أنا أتفق مع الدكتور ماهر أن سعر 45 للبرميل يكون مجدي للمستثمر في القطاع توليد الكهرباء بالنسبة لاستخدام الطاقة الشمسية. لا ننسى الآن، نحن الآن المملكة العربية السعودية توفر البترول بسعر مكونات البرميل من البترول في سعر في حدود من 5 إلى 15 دولار للبرميل، بينما نستطيع أن نبيع نفس البرميل في الأسواق العالمية بما لا يقل عن 100 دولار. إذن هذه خسارة كبيرة. المملكة العربية السعودية أيضا تقدم إعانة لهذا القطاع الوقود بما لا يقل عن 160 بليون ريال سنويا، وتمثل هذه 40% من حجم الإعانات الإجمالي للمملكة الذي يقدم لمختلف القطاعات، وهذا أيضا حجم كبير. إذن بداية المملكة بالطاقة المتجددة. طبعا هنالك كثير من المبادرات سريعة المردود، وكلنا لاحظ أن يعني هنالك جانبين للمشكلة، عندنا جانب الطلب وجانب العرض. جانب الطلب على الطاقة بدأنا الآن في عملية ترشيد استخدام الطاقة، هنالك بعض القوانين، هنالك بعض التشريعات التي صدرت أو في طريقها للصدور لمنع، للأسف في الآونة الأخيرة ولفترة طويلة سوق المملكة العربية السعودية أصبح مردم لجميع أو للكثير من السلع والسيارات والأجهزة الكهربائية غير التي لا تتمتع بأي كفاءة في استخدام الطاقة، والتي لا يمكن أن تستخدم في أي من الدول التي لديها تشريعات بيئية وتشريعات ملزمة في مجال الاستخدام الرشيد لهذه السلع. لكن لعدم وجود المقاييس الأساسية الستاندرد وعدم وجود الإلزام في هذا المجال في الفترة الماضية، طبعا الآن في تحول وتحول جذري وتحول كبير، وجدنا أنه أصبح الكل يستورد.
السيارات المستعملة اللي مستوردة أغلبها غير مكافئة، غير متوافقة مع لا متطلبات البيئة ولا متطلبات الاقتصادي ولا متطلبات الوقود إلى آخره. والسبب غياب التشريعات الضرورية واللازمة في هذا المجال. إذن من المجالات التي تستطيع أن تحدث مردود سريع وتقلل من استخدام الطاقة هي تحسين معدلات كفاءة استخدام الطاقة، وهذا لن يتم إلا بوجود تشريعات إلزامية. وهنالك المركز السعودي لترشيد استخدام الطاقة يضم مختلف ممثلي الجهات الحكومية، وبدأ في تحقيق في إصدار بعض التشريعات. ونجد أيضا مثال الأجهزة الكهربائية المنزلية، هنالك طبعا تبرم وتضجر من بعض الموردين بأن لدينا مخزون كبير وقد اشتريناه، كيف لا يمكن لنا أن نبيعه الآن؟ فأعطوا إلى بداية عام 2015 كي يتخلصوا من هذا وكي يستوردوا الأجهزة الأكثر كفاءة. وهذه في تصوري نقطة تحول مهمة جدا في هذا المجال. فهذا جانب الطلب. هنالك الكثير من الإجراءات في جانب الطلب، لكن التوعية أيضا مهمة لتقليص استهلاك الكبير المتزايد من الطاقة. في جانب العرض يأتي موضوع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الأولويات كما ذكرت لابد أن تكون للطاقة المتجددة، لا القرار السياسي اتخذ بالنسبة للطاقة النووية وبالتالي لا رجعة فيه، لكن علينا أن نتريث بالنسبة للطاقة النووية. هنالك الكثير من الاستعدادات التي لابد أن نأخذها في الاعتبار كي نمضي في هذا الطريق. وبينما مجال الطاقة الشمسية في ظل التوفر الكبير للطاقة الشمسية، للشمس لدينا تقريبا كم 377 يوم في السنة، أكثر من أيام السنة، فهذا مجال يعتبر مجال كويك وين. المستثمرين موجودين، لابد طبعا في البداية من تقديم الحوافز من قبل الحكومة. المستثمرين موجودين ولابد أن نمضي في هذا الطريق ونمضي بثبات حتى نحقق التقليص من طبعا مسألة أنه المملكة تتحول إلى مستورد، هذا غير محتمل، لأنه في أي وقت تصل صادراتنا تتقلص صادراتنا إلى حد كبير نستطيع أن نقلل نزيد من طاقتنا الإنتاجية، وهذه ذكرها النقطة الدكتور ماهر وأخي صالح. لكن حتما من الأولى لنا أن نستطيع أن نبيع ما ننتجه بالأسعار العالمية وليست بالأسعار المدعومة، لأن هذا تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة ومرتفعة جدا، وأيضا تولد نوع من الهدر الغير محمود. شريعتنا لا تنص على هذه، لابد أن نعمل على ترشيد استخدامنا للوقود سواء في مجال الكهرباء أو في مجال النقل، ولابد أن نتجه الآن الشركة السعودية للصناعات التحويلية، هذا مجال خصب ومجال نمو كبير لتنويع الاقتصاد. وأنا في تصوري اتجاهنا لمجال الطاقة المتجددة هو أيضا خطوة أساسية في مجال تنويع الاقتصاد. وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. شكرا دكتور محمد سالم سرور الصبان. والآن إذا سمحت لي، في عندنا بالضبط 35 دقيقة للمناقشة والأسئلة، وأرجو عند طلب السؤال أن توضح الاسم واسم الشخص الذي واسم المتحدث الذي ترغبون في الحديث معه أو سؤاله. أعتقد المنظمين موجودين في القاعة أيضا للتعاون معكم في إعطائكم الميكروفون إذا أردتم، وسنأخذ سؤال واحد من قسم الشباب وسؤال آخر من قسم الشابات فوق في فإذا نبدأ، تفضل. نحن المنظمين نحتاج إلى مايكروفون لو سمحتوا.
صباحكم الله بالخير. مرة أخرى اسمي ناصر القعود من جمعية اقتصاد السعودية، المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. فالحديث كان مركز في من الإخوة الأفاضل على الحاجة للتشريعات. بل طبعا الدكتور محمد في الأخير وضح بعض المواضيع وأنها تحتاج تشريعات بيئية وتشريعات لتشجيع الصناعة في هذا المجال. يبدو بالنسبة للتشجيع الصناعة ما أظن فيه حاجة إلى ذاك الحد، يمكن الأستاذ صالح يوضحها. أنا قصدي يعني الآن عادة التشريعات تبدأ من الجهة التنفيذية اللي هم الآن مثلا مدينة الملك عبد الله للطاقة الجديدة والمتجددة، وتروح المجلس الشورى أيضا، والأستاذ صالح موجود. يعني إيش اللي يمنع أنه نحدث التشريعات في هذا المجال يعني؟ شكرا جزيلا. دكتور ماهر تفضل. في الواقع موضوع التشريعات موضوع مهم جدا وموضوع متشعب، يعني ليس معقد لكنه يضم أشياء كثيرة في التشريعات. أهم شيء في التشريعات لإدخال الطاقة المتجددة، طبعا استراتيجية المدينة تقول أن إدخال الطاقة المتجددة تأتي معظمها من بنائها من قطاع الخاص وليس من مشاريع من قبل الدولة. القطاع الخاص يساهم في بناء هذه المشاريع ومن ثم إنتاج هذه الطاقة بأفضل السبل والأنظمة والتقنيات لإنتاج هذه الكهرباء. فأرجع أهم شيء في التشريعات هو تشريعات شراء الطاقة. الآن زي ما تعرفون شركة الكهرباء السعودية هي أكبر مولد للطاقة وتأخذ الوقود بسعر مدعوم أو بسعر ما يسمى سعر تحويل البرميل بحدود $4، وثم ينتج هذا الكهرباء ويباع للمستهلك النهائي بتعرفة متوسطة 12 هللة للكيلو واط ساعة. الآن حتى يتم إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن يكون هناك تشريعات لإنتاج الطاقة، بحيث أنه هناك الفرق في إنتاج الطاقة ما بين الطاقة التحويل الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقة المتجددة، شراء الطاقة بحيث أنه الفرق في شراء الطاقة هذا تتحمله الدولة من خلال التوفير في الوقود المستهلك. هذا أهم تشريع يجب أنه يطلع بمستوى الدولة حتى يشجع القطاع الخاص للاستثمار، لأنه الآن القطاع الخاص حتى ينتج مثلاً زي ما تعرفون في موضوع قريب جدا من عندنا اللي هو المحطة التي درست في مكة المكرمة لحدود 120 ميجا وات، انه 12 سنت للكيلو وات اور، تقريبا 48 هللة للكيلو وات اور ساعة مقارنة بالعالم. فهذه الفجوة يجب ان تغطى من قانون تشريعات شراء الطاقة. بعد ذلك تشريعات ل دعم القطاع الخاص أو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار المحلي لبناء قطاع اقتصادي متكامل في الطاقة المتجددة، وذلك يشمل الصناعات، تطوير الكوادر البشرية، التقنيات وتطوير التقنيات وكل هذه الأمور. المحور الثالث اللي هو التشريعات البيئية. طبعا هذه التشريعات البيئية تأتي من جهات مختلفة، ليست من خلال مدينة الملك عبد الله، لكن هذا نعمل مع هذه الجهات أو نساند هذه الجهات للتشريعات البيئية. فهذه الثلاث الأمور التشريعية درست في الاستراتيجية زي ما ذكر الدكتور فؤاد، وهذه الاستراتيجية الآن في محور النقاش في مع جهات مختلفة في الدولة لإدراجها كسياسة الوطنية للطاقة المتجددة. شكرا. أستاذ صالح. شكرا دكتور ناصر. دكتور ناصر على السؤال، أنا أعتقد جزئيتين. أجهزة الدولة
لها الحق في اقتراح أي تشريع ترى، هذا متاح وله جراءات. أيضا في المملكة كان في المرحلة الأخيرة لو لاحظت مجلس الشورى أغلب الإصلاحات اللي حصلت على مجلس الشورى هو إعطاء مجال أكبر للعضو وللمجلس لإحداث تشريعات معينة. الآن حسب المادة 23 مجلس الشورى أو لعضو مجلس الشورى اقتراح أي نظام جديد أو تعديل أي نظام أو إلغاء نظام قائم. فمن ناحية جرائية ومن ناحية أكسس نفاذ فمفتوح المجال له. يظل عادة مثل هذه المواضيع الفنية يتم الاعتماد على ما يطرح فرضا في الأجهزة المتخصصة زي الجامعات والمدن الجديدة وتوصيات معينة لإحداث تغييرات في تشريعات معينة وتستقبلها الجهات التشريعية والجهات التنفيذية، ولكن أيضا هناك حاجة إلى تشريعات لتسريع في الطاقة المتجددة. أنا ما أتذكر يمكن على ذاكرتي موضوع المنتجين المستقلين، لا بد أن تكون التشريعات واضحة فيه. موضوع فتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص الداخلي والخارجي لازم تكون واضحة، وأيضا موضوع الأوف تيك أجريمنتس اللي تفضل فيها الدكتور. ولكن الأهم من هذا كله لابد من وضع نسب استراتيجية، أنه شركة الكهرباء فرضا 10% الآن لابد أن تكون بطاقة متجددة، بعد 5 سنوات لازم 20%. هذا تشريع، وبالتالي إذا كان التشريع موجود جميع الجهات التنفيذية تعمل لهذا في ظل هذا التشريع، ويوضع خطة لمدة 20-30 سنة أنه بعد كذا 50% لابد من أن تكون جميع الطاقة الموجودة في المملكة تكون مصدرها متجددة. ولا الشركات بدأ من البترول رخيص ما حد يجبرهم يروحون يعنون أنفسهم يروحون لقضية معقدة، فهذا التشريعات يجي من في ضوء المعايير المستقبلية وإلزامها خلال فترة معينة للتحول. شكرا. أنا عندي إضافة ممكن تفضل. خلال التفاوض الدولي باسم المملكة في مفاوضات المناخ كان هنالك آلية تسمى آلية التنمية النظيفة Clean Development Mechanism، وهذه الآلية تعطي حافز لمن يتجه للمصادر الأقل تلويث بالنسبة لغازات الاحتباس الحراري. طبعا الطاقة المتجددة لا تبعث غازات احتباس حراري بالدرجة التي يبعثها الوقود الأحفوري على سبيل المثال، ولذلك بالإمكان هنالك فقرة تسمى emission avoidance، انبعاثات تجاوز الانبعاثات أو محاولة تجنب الانبعاث، والطاقة المتجددة تدخل في هذا المجال. فهنالك حافز للمستثمرين بأن يستطيعوا بإنشائهم مفاعل نووي أو مفاعل أو مصنع طاقة شمسية أن يحصلوا على شهادة بحجم الانبعاثات التي تم توفيرها فيما لو تم استخدام الوقود الأحفوري. هذه الشهادة يستطيع أن يتداولوها دوليا، وبالتالي هي تحقق ربح، تحقق مال للمستثمر، تساعد على مزيد من التحفيز بالنسبة له. هذه حبيت أضيفها. شكرا. ناخذ سؤال من السيدات فوق، في احد في اسئله؟ في سؤال فوق عندكم؟ في الميكروفون ده صح. الاسم ولمن يوجه السؤال؟ ما في صوت في الميكروفون. طيب إلين يصير في نوع من الفضل هنا الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة. يعني استفسارات الحقيقة للدكتور ماهر بالطبع.
كنا نتوقع منك الكثير أو أكثر، يعني لم تشفي غليلنا أو شغفنا لمعرفة الكثير حول هذه المدينة الهامة. أسئلت حضرتك أو تساؤلاتي عن طبيعة هذه المدينة، هل هي R&D Center يعني مركز للبحوث والتطوير؟ السؤال الثاني عن البرفورمانس الأوتبوت، أنا مش عارف الهيستوري كفاية عن المدينة يعني، لكن هل في مخرجات؟ الحاجة الثالثة وأعتقد أنها مهمة جدا يجب أخذها في الاعتبار، أن يكون فيه بارتنرشيب مع البيزنس، لازم يكون فيه شراكة whatever يعني المدينة طبيعتها إيه، لازم يكون فيه شراكة مع القطاع الخاص حتى أثناء إجراء البحوث، لازم يبقى فيه فيدباك، لازم يبقى فيه exchange knowledge exchange، مش أنتوا بس أو إحنا بس حتى كجامعات اللي بننتج المعرفة، أيضا لابد أن نتبادل هذه المعرفة مع القطاع الخاص. لما بالنسبة لحضرتك بالذات أيضا يعني كممثل للمدينة، لابد أن تكون التطبيقات من خلال البزنس. عايز أعرف أنتوا إيه بالضبط R&D Center، إيه الأوتبوت، هل في بارتنرشيب ولا لا في الفيوتشر؟ شكرا جزيلا. شكرا على سؤالك. في الواقع لما تقول أنا كنت أتوقع كثير، هذا شيء جيد، معناته أن التوقعات مرتفعة، فإن شاء الله نحن نصل لهذه التوقعات. أنت ذكرت ثلاثة أشياء مهمة جدا لإنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النووية، لكنها ليست بالكافية لخلق قطاع اقتصادي. ذكرت R&D، وأنا سوف أرجع R&D، مهم جدا له تطوير التقنيات، كذلك الشراكة مع القطاع الخاص ليس فقط في التقنيات، لكن الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد الكهرباء، هذا جدا مهم، لأنه في النهاية القطاع الخاص هو من سوف يقود العجلة للمضي قدما لخلق القطاع الاقتصادي وليس الدولة، لكن الدولة تضع التشريعات المناسبة والسياسات المناسبة للوصول لهذا الشيء. كذلك أحب أضيف أنه كذلك المدينة مسؤولة عن المنظم والمشرع خاصة في القطاع النووي، كذلك محفزة لبناء الكوادر البشرية، محفزة للاستثمار، هذا على حسب ما أتى من الأمر الملكي لإنشاء المدينة من 4 سنوات. الأمر الملكي لإنشاء المدينة، يمكن المدينة الملك عبد الله من القطاعات الحكومية التي لديها الكثير من العدد والأدوات لتمكين الوصول القطاع، فالاستراتيجية زي ما ذكر الآن في نقاشها في الدولة. بينما موضوع R&D والنولج اكسشينج والنولج ترانسفير وكل هذه الأمور جدا مهم، احنا تبنينا استراتيجية ما يسمى ميشن دريفن ريسيرش، او ما يسمى البحث والتطوير الموجه للوصول الى هدف محقق في الدخول الى انتاج هذه الطاقة الكهربائية. اجيب لك مثال، نبحث عن كيفية إدخال هذه الطاقة المتجددة، مثلاً نأخذ سبيل المثال أسهل على أساس لنقل الفكرة، مثلاً الكهروضوئية الآن منتجاتها موجودة في العالم، لكن هناك تحديات في المملكة وهي درجة الحرارة المرتفعة، كل ما ارتفعت درجة الحرارة للكهروضوئية خف كفاءة إنتاجها، وكذلك العوالق والأتربة في الجو. فنأتي ونقول هذه التقنيات سوف تطبق، وما هي المعوقات لهذه التقنية، ونبحث في تخفيف من هذه المعوقات، وكذلك في المجالات الاقتصادية وكذا وكذا. فالآن عملنا مع الجامعات على أن يكون هناك كونسورتيوم ما بين الجامعات والمعاهد البحثية والجهات الممكن تطبيقها من القطاع الخاص، ما يسمى ميشن دريفن، وجامعة الملك عبد العزيز كذلك من الجهات التي تقدمت والبحث معنا في مجالات عدة، مثل تكامل الشبكات، تطوير المواصفات والستاندرز الخاصة بالPV. بالطبع 4 سنوات طويلة، لكن في وجود التأثير الكامل على جهات عدة في الدولة، هذا يعمل جهد علينا
كمدينة الملك عبد الله للعمل مع هذه الجهات لتمكينها للوصول للأهداف المرجوة. أحب أضيف، الأستاذ صالح ذكر يمكن بشيء بسيط جدا اللي هو وزارة الطاقة. هذه يمكن نقطة مهمة للنقاش، لكن أبغى أبني عليها. الآن في المملكة هناك عدة جهات تمثل دور من أدوار الطاقة، في الطاقة الهيدروكربونية، في طاقة التوليد، في طاقة الاستهلاك، في طاقة كذا. فوجود هذه العدة الجهات وتمثيلها وتوحيد وجهات نظرها للوصول إلى هذا يمثل تحدي بحد ذاته، لكنه يجب أن يحمل، لا نستطيع أن نحن نلف من وراء هذا التحدي، يجب أن يعمل لمجالات عدة في الدولة، ومن كذلك البحث العلمي. كذلك تعرفون أنت هناك السياسة الوطنية للبحث العلمي اللي هو National Strategy for Science and Technology، هذه سياسة كبيرة والآن في طور التطبيق كذلك في الطاقة. فأنا لا أحاول أني يعني أتهرب من سؤالك، لكن الموضوع يحتاج إلى جهات عدة، وليس هو إحنا ليس دو إحنا على فكرة مدينة الملك عبد الله ليست funding agency، ليس عندنا ميزانية ونبحث على من نعمل معه لندعم البحث العلمي. لا، المدينة تمثل السياسة الوطنية للمملكة وتدعم البحث العلمي من خلال قنوات الموجودة في المملكة. فإحنا ليس أن R&D center فقط، لكن R&D وممكني للR&D وممكن قطاع التوظيف وممكني كذلك للتشريعات والتنظيمات والاستثمار. شكرا. في توضيح بعدين. توضيح صغير. الحقيقة ذكرت أنه لا توجد وزارة الطاقة في المملكة، واستيعاب مسائل الطاقة في المجلس الأعلى لشؤون البترول خطوة في الاتجاه الصحيح، يمكن هذا التوضيح. شكرا. مايكروفون. السلام عليكم. أنا مها الحربي، تخصص محاسبة في كلية اقتصاد وإدارة. دكتور محمد سالم الصبان، يا دكتور أنت كان كلامك عن الطاقة المتجددة وذكرت الطاقة الشمسية، هل يوجد جهة ومنظمة أو منظمة في المملكة يعني تتجه للطاقة الشمسية بشكل مباشر؟ وهل أستطيع معرفة هذه الجهات وقد إيش نسبة الاهتمام فيها؟ يعني حاجة بس متخصصة بالطاقة الشمسية، مو بحاجات ثانية. شكرا يا أختي. الآن بموجب الأمر الملكي مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة هي الجهة المنظمة لمختلف الاستثمارات سواء في الطاقة الشمسية أو غيرها، وبالتالي لا توجد جهة أخرى تستطيع أن تعطي ما يسمى باللايسنس بالنسبة لإنتاج الطاقة الشمسية إلا هذه المدينة. طبعا اهتمامنا بالطاقة الشمسية قديم جدا، ترى من السبعينات كلنا يذكر مدينة العيينة، لكنها كانت في مرحلة بحثية، مرحلة أبحاث. الآن هنالك الجهات المختلفة أيضا التي تهتم بالأبحاث، زي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وغيرها، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. فكل هذه الجهات البحثية تساند وتدعم إنشاء مختلف أو تطوير الطاقة الشمسية، لكن الجهة المنظمة هي فقط في تصوري وحسب علمي هي مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اسمي عوض سلام الرحيلي، أستاذ في قسم المحاسبة. وبداية يعني أود أن أنوه أنني لست متخصصا في هذا، ما فهو مطروح ولكنه موضوع جيد ويستحق المناقشة لما له من أهمية للاقتصاد الوطني. أذكر لي مداخلة وبعدين تساؤل. أذكر قرأت يمكن قبل 20 سنة في مقابلة صحفية في جريدة المدينة لأحد مسؤولي الطاقة، يذكر فيها أنه لم يذكرها بالاسم ولكن يقصد المملكة، أن هناك دولة في الشرق الأوسط تعتبر من أكبر الدول التي يمكن أن تستفيد من الطاقة النووية للأغراض السلمية. هذا قبل 20 سنة، ونحن الآن يبدو أن نحن يمكن بدأنا في هذا المشروع. فتسائل الأول، ما كنا يعني تأخرنا شوية في هذا الموضوع،
هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني أننا يعني ما يتعلق بما أشار له الدكتور محمد الصبان الحديث عن التشريعات، دائما نحن نقول التشريعات التشريعات. أنا من وجهة نظري يعني في التشريعات التجارية والقانونية، نحن لا ينقصنا تشريعات. في المملكة العربية السعودية يوجد عندنا أنظمة ولوائح وتعليمات جدا قد تغطي ما هو متاح، لكن عندنا إشكالية في الحقيقة ربما تكون في تنفيذ هذه التشريعات. وأذكر على سبيل المثال لما جاء حكاية وقف الأجهزة الغير كفأة من السوق، لاحظنا للأسف الشديد أن هناك كثير من المنشآت والشركات تحاول تتهرب من هذا القرار، ولا زالت تباع وعلنا في الأسواق. أرجو أن يعني أن يكون توضيح هذه النقطة من الأخوان الأعضاء اللجنة أو المشاركين في المناقشة، وأشكر مرة أخرى سعادة الرئيس والجميع. شكرا. شكرا. أنا ما سمعت التصريح هذا قبل 20 سنة، يمكن كنت صغير ممكن. لكن كلامك صحيح، كثير من الأمور تم التطرق لها من فترات طويلة لكن لم تأتي إلى أرض الواقع إلا مؤخرا، ويمكن مع تزايد الحاجة. بالنسبة لتهرب بعض الشركات في الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، هذه لو كان في نظام صارم، وأنا أعتقد أنه في نظام صارم، سوف لن يكون هناك مجال للتهرب، لأنه هذه مرتبطة بالذات السلع المستوردة، مرتبطة بالجمارك. ما لم تكون بهذه المواصفات لن تدخل السوق السعودية. طبعا هم طلبوا فترة سماح وهذه معذورين فيها إلى نهاية العام، هذه ما هي كثيرة، هناك 6-7 أشهر قادمة، وترى أنه سوق المملكة قد بدأ يخضر بالنسبة لاستخدامه لمعدات وأجهزة ذات كفاءة مرتفعة تقلل من استهلاكنا للطاقة. سيدات في السلام عليكم. سؤالي للأستاذ صالح عيد الحسيني عضو مجلس الشورى. أنا غالية الشريف، دراسات عليا، كلية اقتصاد وإدارة. اللي خرجنا فيه من المناقشات السابقة أنه بدأ واضح لنا حاجة المملكة لوزارة مستقلة تعنى فقط بالطاقة. هل ممكن أستاذنا الفاضل يكون سفيرنا من المؤتمر هذا لمجلس الشورى بتقديم مشروع اقتراح لدراسة هذا الموضوع ومن ثم مناقشته وتقديمه للمقام السامي للبدء فعلياً والاكتفاء بمرحلة الأبحاث للعمل على هذا الموضوع على أرض الواقع؟ شكراً. شكراً على السؤال المباشر. خادم الحرمين حفظه الله في لقائنا في أداء القسم ذكر أنكم تمثلون أطياف المجتمع، وأي شيء يستمع، فأنا أتشرف في نقل أي مبادرة أو اقتراح إلى مجلس الشورى، ونعتقد أن هذا جزء أساسي من عملنا، خاصة نحن في لقاء في أكاديمية علمية راقية ومستمعين وحاضرين على مستوى عالي من الحكمة. وأشكر للأخت هذا السؤال. أنا الحقيقة ذكرت في مداخلتي أنا أؤمن في التخصص، يعني هو أسباب نجاح كثير من الدول، وذكرت أنه مدينة الملك عبدالله هي الذراع التنفيذي للدولة لتنفيذ ما يتعلق بالطاقة المتجددة والنووية. وذكرت أنه لا يوجد لدينا وزارة طاقة، لأنه المملكة البترول مهامه وأهميته في المملكة والعالمية كبيرة، تتطلب وجود وزارة مختصة للبترول فقط، وبالتالي المملكة اعتمادها بشكل كبير، والعالم يعتمد في استقرار السوق العالمي على المملكة في قضية البترول. وكان اقتراحي أنه في المجال التنفيذي الآن اكتملت الصورة، ولكن في المجال الأعلى وهو موضوع
الصلاحيات والسياسات والاستراتيجيات. ورئيس المدينة الملك عبد الله ليس موجود عضو في مجلس الشورى الذي ينظم السياسات، وليس عضو في مجلس البترول الأعلى. فكان شخصياً أنا اقتراحي أنه لابد من توسيع نطاق المجلس الأعلى للبترول ليكون مجلس أعلى للطاقة والبترول، يمكن الثروة المعدنية تروح للشؤون الاقتصادية صناعة. ولكن اقتراح الأخت هو فهم مباشر وسريع ودقيق ويستحق الدراسة من الشورى وغير الشورى. شكرا. شكرا. تفضل. عمر الشرقي من كلية اقتصاد الإدارة خدمات صحية ومستشفيات. سؤالي للدكتور ماهر، سعادتك تفضلت قلت أن هناك 43 ألف وظيفة بتحتاجها المدينة، هل ركزت المدينة مع الجامعات السعودية ووزارة التعليم العالي في توفير هذه الطاقة التي تحتاجها لتشغيل المدينة والقيام بالإنتاج خلال السنوات وعلى المراحل، بحيث لما نجي في عام 2030 ما نقول والله احنا حنحتاج قوة عاملة من الخارج أو قوة عاملة؟ شكرا. شكرا على سؤالك. حبيت بس أوضح أنه 43 ألف وظيفة هذه وظيفة مباشرة وليست ككادر لمدينة الملك عبد الله. هذه الفرص الوظيفية التي ستحتاجها البلد لتوفير هذا الخليط من الطاقة، فهو في القطاع الخاص مدينة الملك عبد الله، في الجهات الحكومية المختلفة وكذا وكذا. لكن ما في شك هذا 43 ألف وظيفة قد تجد يعني في قطاعات 43 ألف وظيفة يعني ممكن يستوعبها القطاع بسهولة، لكن الإمباكت أو تأثير هذه 43 وظيفة تعتبر من الوظائف العالية إلى المتوسطة من الدخل، والحاجة في الفنيين والتقنيين والعلوم الأخرى، ليست الهندسية أو العلوم الأخرى كالعلوم الإدارية والبروجكت مانجمنت وكل هذه الأمور والمحاسبية وكذا. طبعا بالطبع الآن برامجنا الآن من خلال دراسة عميقة في الواقع عملناها للهيومن كاباسيتي، ودعينا لها جميع الجهات المهتمة في هذا من الجامعات، وزارة التعليم العالي، مؤسسة العام للتدريب المهني، فكل هذه الجهات شاركت في هذه الدراسة. الدراسة يعني تحدد حال المملكة الآن من خلال عدد الجامعات، وهناك كذلك عنصر مهم دائما يجب أن نغفل اللي هو برنامج الابتعاث خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. هناك في فوق 120 ألف طالب وطالبة في الخارج، هذول سيأتون يبحثون عن وظائف معينة، وكثير منهم في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة. فحال المملكة الآن والحال أو الفرص أو الطموح الذي نرغب فيه يكون في عام 2032، وما هي البرامج لسد هذه الفجوة. الآن هناك عمل بمستوى دول، مثلا مع دولة كوريا، الفرنسيين، الدول أخرى داخلين بشراكة عميقة في بناء كوادر البشرية، وصار هناك ما يسمى الرودشو عمله الكوريين في شهر ديسمبر الماضي، ورودشو عمله الفرنسيين كذلك في شهر يناير الماضي بالتعاون مع الجامعة لمعرفة وش الكوادر المطلوبة في هذا الشيء. لكن هذا لا يكتفي فقط المعرفة، لازم وضع برامج محددة implementation. وكل هذا هناك مربط فرص واحد، إنه التوظيف يجب أن الطالب ما يدخل في أي تخصص حتى يعرف ما هي فرص التوظيف له فيما يتخرج. فهذه النقطة الآن، حتى يعني طبعا لا يكون التوظيف يعني غارانتيد او كذا، لكن فرص التوظيف موجوده لهذا الطالب، اذا خاصه اذا كان في موضوع متخصص. بينما مثلا في الهندسه او في العلوم فكذا موضوع عام، هذا لا يوجد فيه اي اشكاليه، لكن اذا موضوع متخصص يجب ان احنا على الاقل يكون هناك توظيف بعد التخرج. فكل هذه المسائل في الواقع مسائل مهمه جدا لبناء الكوادر، لان متى ما كانت الكوادر البشريه هي من سوف يعني تعمل لك الكريتيكال ماس او الكتله الحرجه للمضي قدما في الاستثمارات. بس اجيب مثال على هذا الشيء، في المانيا بعد ما شالوا الانسنتيفز لما يسمى الفيدن تارف او التشجيع من الدوله لشراء الطاقه المتجدده، تقريبا تلاشى هذا شيء بسيط تبقى منه. لكن مع العلم انه الان الصناعات مستمره في المانيا، لانه خلقت من خلال 10 سنين الماضيه تقريبا 40 ألف
وظيفة للطاقة المتجددة. هذول لازم يعني يعملون ويأكلون ويعيشون، فبالتالي هم من أخذ هذه المبادرة بأنفسهم بدون دعم من الحكومة. فالكوادر البشرية جزء مهم لاستمرار العجلة في المستقبل حتى بعد ما تشيل الدولة أي تشجيع لهذه الاقتصاديات. شكرا. أنا لو أضيف سعد دكتور، أنا طبعا أتفق مع ما ذكره الدكتور ماهر. الآن هنالك منظمات دولية تعمل على تدريب الكفاءات في مجال الطاقة المتجددة في مختلف الدول وبالذات الدول النامية، ومنها منظمات للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للمناخ مثلا، تقوم بما يسمى بالكاباسيتي بيلدينج وركشوبس تريننج بروجرامز إلى آخره. فأنا أتصور أنه من المهم أيضا أن المدينة تستعين وتستفيد من هذه، لأنها بعضها مجانيا أو معظمها مجانية، بيدفعوا عشان يجوا يعملوا لك الورشة ويدربوا الكفاءات اللي عندك في مجال الطاقة المتجددة. ما بيسووا طبعا على سواد عيوننا، وإنما هم يعرفوا تماما أن هذه التقنية تمتلكها الدول الغربية، يعرفوا تماما أن استخدام الطاقة المتجددة يقلص من استخدام الوقود الأحفوري، يعرفوا تماما أن هذا هو الاتجاه الجديد في العالم، ولا بد من تحفيز الدول، جميع الدول، أن تستخدم الطاقة المتجددة. لو تسمح لي بس أؤكد على أن هناك البنك الدولي والصندوق الدولي وكذلك ما يسمى الـ UNDP أو برنامج التطوير للأمم المتحدة، كل هذه عملنا معها، خاصة البنك الدولي في دراسة المناخ البيئي للمملكة. طبعا هي بالنسبة للجهات الحكومية تعتبر مجانية، لكن في النهاية الدولة تدفع من اشتراكنا في البنك الدولي من خلال وزارة المالية. الشيء الآخر أنه يعملون من خلال توجه ماذا تريد أن تفعل لهم، لن يأتوك بحلول مبتكرة من طرفهم، يجب أن احنا نعمل معهم حتى هم يكون الأداة لجلب الحلول لنا، لكن التفكير فينا لا نستطيع أن نبتعد ذلك. شكرا. لدينا سؤال واحد فقط للأسف الشديد علشان الوقت، سنأخذه من السلام عليكم. السلام عليكم. هيا الحرقان، باحثة دكتوراه في مجال الدراسات الشرق الأوسط البحر المتوسط. أعتذر إذا كان سؤالي غير متخصص، لكن أوجهه للدكتور الصبان. مثل ما شفت أو نشوف كلنا مع سرعة تطور قطاع الطاقة المتجددة حول العالم، كيف تنظر إلى الطلب على البترول مستقبلاً، خاصة من الدول الكبرى، أكبر الدول المستوردة للبترول من المملكة، أمريكا والصين وألمانيا؟ أتوقع من وجهة نظر القاصرة أنه بينخفض الطلب على البترول مع سرعة التطور في القطاع المتجدد أو الطاقة المتجددة. إيش النسب اللي التقريبية لهذا الانخفاض؟ وهل هناك دراسات أو خطط مستقبلية فعلية لمواجهة هذا الانخفاض على مدار 20 سنة القادمة؟ شكرا لكم. شكرا. شكرا أختي الفاضلة. ولو أنه هذا ما هو موضوعنا، لكن أقول باختصار أن هنالك تغيرات هيكلية تحدث في سوق النفط العالمي، ليس فقط في جانب الطلب ولكن أيضا في جانب العرض. جانب الطلب الإحلال بين البدائل القائم، ليس فقط في مجال الطاقة المتجددة ولكن أيضا، وليس فقط في مجال توليد الكهرباء ولكن أيضا في مجال النقل، ترشيد استخدام الطاقة أو استخدام البترول في قطاع النقل بيحقق قفزات كبيرة، التطور التقني بيحقق أيضا قفزات كبيرة سواء في مجال الطلب أو مجال العرض. مجال العرض رأينا أن هنالك قفزات في مجال إنتاج النفط والغاز الصخريين، وبالرغم من تشكيك البعض من أن النفط الصخري والغاز الصخري سوف لن يستمر إذا ما انخفضت الأسعار عن $80، وهذا غير صحيح. كلنا يعرف أن بحر الشمال، كنا نتحدث في نهاية السبعينات بأنه بانخفاض أسعار البترول إلى أقل من $17 سيختفي بحر الشمال، بترول بحر الشمال. انخفضت الأسعار في منتصف الثمانينات إلى أقل من $8 واستمر بحر الشمال، بل تزايد إنتاجه. أنا في تصوري النفط الصخري والغاز الصخري سيبقيا لفترات طويلة،
ووجد ليبقى، وسيكون هنالك تطور وتحسين تقني وتكنولوجي بحيث أن يضمن لهم الاستمرارية. إذن هنالك كثير من التطورات سواء في جانب الطلب أو في جانب العرض التي لا بد من أخذها في الاعتبار، ولا بد من عدم الركون بأن هذا لن تؤثر وهذه لن تؤثر وأن مستقبل البترول زاهر إلى آخره. نأمل ذلك، كلنا نتمنى لمملكتنا الحبيبة أن يستمر البترول هو هو الأساس في 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 إيجاد العيش الرغيد، العيش الأفضل لمواطنينا، لكن لابد من عدم الركون من أنه ستكون هنالك دورة ودورة قادمة وقد تكون أشد حدة من الدورة التي كانت في الثمانينات، ولذلك لابد من الاستعداد لها ولابد من تنويع مصادر الداخل. وفي تصوري أن اتجاهنا الآن للتصنيع، اتجاهنا لتحويل المملكة إلى اقتصاد معرفي ومجتمع معرفي، اتجاهنا لتطوير مختلف القطاعات، اتجاهنا لتطوير الطاقة المتجددة، كل هذه تصب في مجال تنويع اقتصادنا وتقليص من اعتمادنا المطلق، يكاد يكون مطلق، على إيراداتنا البترولية. آسف للإطالة. إذا سمحتوا لي نيابة عن المتحدثين الأفاضل، أود أن أشكر جامعة الملك عبد العزيز وكلية الاقتصاد والإدارة وأيضا مركز الخليج للأبحاث على دعوتهم الكريمة لمشاركتنا معكم، وأود أن أشكر نيابة عن المتحدثين جميع الحضور والحاضرات، ولكم تحياتي إن شاء الله إلى العام القادم. شكرا أخواني، باسمكم جميعا نشكر فرسان هذا اللقاء الطاقة المتجددة على ما أبدوه من معلومات قيمة ومعلومات مفيدة لنا جميعا. باسم كلية الاقتصاد والإدارة يشرفنا أن نقدم لهم هدية الكلية ما نفخر به وأغلى الرموز لدينا لي هدية البحر، فباسم زملائي وأخواني أعضاء هيئة التدريس يشرفنا أن نقدمها لشخصكم الكريم. هذا العنبر جبناه من Thank you.